أعلن شيوخ ووجهاء ناحية عقرقوف في بغداد تأييدهم لمرشح حزب السيادة عبد الجبار كريم المعيني في انتخابات مجالس المحافظات. أكد المعيني خلال مؤتمر جماهيري حضرته قيادات في حزب السيادة وآلاف من أبناء المنطقة أن صفحة الإهمال التي عانت منها المنطقة خلال السنوات الماضية حان وقت طيها، مشيرا إلى أنها لن تكون مزرعة تحصد فيها الأصوات ولا تجني شيئا من مرشحين لا يراهم أبناء المنطقة إلا في الانتخابات. لقد مرت علينا سنين عديدة على هذه المنطقة وهي تعاني من التهميش والنقص والحرمان، ومن هنا أعلن ترشيحي بالنيابة عنكم لعضوية مجلس محافظة بغداد، وأقول ما تقولون وأفعل ما ترغبون من أجل مستقبل أولادنا. ونحن اليوم أمام اختيار حقيقي نستطيع من خلاله رسم المستقبل الزاهر لمناطقنا، وما كنا إلا مزرعة يحصد أصواتها الدخلاء على مناطقنا يأتون عند مواسم الانتخابات ولا نراهم إلا بعد 4 سنوات. بكل فخر واعتزاز نقف اليوم وندعم المرشح عبد الجبار كريم المعيني تحت التسلسل 35 ضمن قائمة حزب السيادة 185، ومن خلالكم أعلن دعمي ودعم كل أبناء عشيرة المعين وأبناء المنطقة للوقوف مع ابن الديرة الأستاذ عبد الجبار، كونه ينحدر من عائلة وطنية عريقة تمتلك علاقات طيبة مع أبناء عمومتها وكذلك مع العشائر الأخرى. لذا من الواجب علينا أن نقف بكل قوة ورجولة وشجاعة مع ابن الديرة.